الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب المفتوح بانتظار تثبيتهم. تقرير هيثم خوند. لم تكن بداية اليوم الجامعي الأول بعد عطلة الأعياد دراسية على الإطلاق في الجامعة اللبنانية، فالأساتذة المتعاقدون مع الجامعة أقدموا على إغلاق مداخل مجمعي الحدث والفنار، مانعين الطلاب من الدخول ومعطلين الدراسة طيلة الحصتين الأوليين احتجاجا على عدم إقرار قانون التفرغ. نحن اليوم عم نتمنى على الطلاب ما يفوتوا، وهن لما عرفوا الموضوع، في البعض بيعرفوا كتير الموضوع، في البعض مش عارف، عم نشرح له الموضوع اللي هو إقرار التفرغ، اللي يعني استقرار وظيفة للأستاذ الجامعي، اللي يعني نهوض بالجامعة اللبنانية، لأنه الجامعة اللبنانية نحو الانهيار بظل 80% متعاقدين. لا يوجد جامعة بالعالم تقدر تكفي بهيدي النسبة العالية جدا من المتعاقدين. الأساتذة لم يكتفوا باعتصام واحد، فنقلوا تحركهم إلى مستديرة الصياد تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء، معلنين خطوات تصعيدية. أولا، الالتزام في عدم دخول قاعات التدريس كليا. نعم، لن نلتزم، لن ندخل أي قاعة تدريس. نعم، لن ندخل بعد الآن قاعات التدريس إلا متفرغين. كما ومقاطعة أعمال الامتحانات للفصل الأول من العام 2012-2013. ثالثا، إيقاف الأعمال التطبيقية التي لن يكون بالاستطاعة التعويض عنها لضيق الوقت، وبالتالي لن يكون قرار تأجيل الملف إلا قد وضع مصير الطلاب أمام المجهول. إذن التصعيد آت لا محالة، يقول الأساتذة المتعاقدون، والخطوات التصعيدية كما تؤكد مصادر تربوية لن تقتصر عليهم، بل قد تتعداها إلى الأساتذة المتفرغين الذين سيبدون كل تضامن مع زملائهم المتعاقدين، الأمر الذي يبشر بإضراب مفتوح قد يطيح العام الجامعي.